أختم معك دكتور طارق، ماذا عن موقف الدعم الإيراني من وجهة نظرك في المرحلة المقبلة من هذا التراجع لحزب الله؟ إيران تستعمل حزب الله كورقة تفاوض من خلالها، سواء في الملف النووي أو في غير الملف النووي أو في الملف الإيراني، وبالتالي حزب الله هو يعني صراحة بلسان أمينه العام ومسؤوليه هم ورقة من أوراق هذا الكيان الإيراني الذي يعتبر أن هذه الميليشيا هي بالأصل ميليشيا عسكرية وليست ميليشيا سياسية، وأنه هو من يعطيها الأوامر وهو من يحركها وهو من يفاوض عليها. وبالتالي الإيرانيين مستعدين أن يقتلوا كل العرب سواء شيعة كانوا شيعة أو غير شيعة، ويعني وهون المهم تحقيق مصالحهم، كما صرحوا سابقا بأن هناك 5 عواصم دول عربية أو 4 عواصم قد سقطت بأيديهم، كما يتفاخرون في ذلك، فهم يعتبرون أن ما تقوم به ميليشيا حزب الله من قتل وإرهاب هو عمل طبيعي جدا وعمل مقدس بالنسبة لهم. ولكن أعتقد أن اللبنانيين وجه لهم صفعة بهذه الانتخابات وقالوا لهم لا مكان للقتل ولا للمجرمين، والإيرانيين مستعدون كما فعلوا قبل الانتخابات بدفع الرشاوي من مازوت وغيره ومساعدات بالمليارات، مستعدون أن يحرقوا كل أوراقهم ويدعموا ميليشيا قتل وإرهاب في لبنان ليستمر نفوذهم في المنطقة العربية والإسلامية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شندب المحامي اللبناني والأستاذ في القانون الدولي، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.